اسمي فاطمة الشريف، عمري 29 سنة. تسجلت للدراسة في جامعة بيرزيت في برنامج الديمقراطية وحقوق الإنسان لعدم وجود هذا البرنامج في قطاع غزة. طلبة ما بيقدروا يصلوا للجامعات لا يكملوا حلمهم بالدراسة اللي هم بيرغبوا فيها. طبعاً أنا منعت من إني أنا أتوجه لجامعتي بسبب وجود حصار، بسبب وجود تقييد على حرية الحركة والتنقل من داخل قطاع غزة لأراضي الضفة الغربية اللي تعتبر وحدة جغرافية واحدة، بسبب عدم منحي تصريح للدراسة بالضفة.